اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا اثبات سحب 0.02 من عملة الليت كوين من موقع لايت بيك. باش نشوفوا اثبات السحب وطرق الربح من هذا الموقع. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل وربح من انترنت وقناة على مامين. ولا عنده اي سؤال تسائل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا على مامين على فيسبوك، وكذلك على انستغرام، الرابط القوى في صندوق الوصف. الان نتوجه الى الموقع. هذا هو الموقع الثقائي شرحناه سابقا. الان باش نقدموا اثبات سحب. كيفاش باش توصلوا الى هذا الموقع؟ في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مثبت خليت لكم هذه المقاله. في النقطه الثالثه من هذه المقاله تلقاو العديد من المواقع المشابهه للايت بيك، من بينهم 3 ليت كوين اللي هو تاخذ كل ساعه اجزاء من عمله الليت كوين، كذلك لايت كينج، واحنا اللي باش نسجلوا فيه وباش نقدموا اثبات سحب واللي هو لايت بيك. ما عليكم الا تضغط هنا للتسجيل في موقع لايت بيك باش توصلك هذه الصفحه. بعد ما توصل لهذه الصفحه تسجل، وبعد قليل نشوف كيف التسجيل وكيف الربح. لكن الان بنشوفوا اثبات السحب من هذا الموقع. انا في يوم الامس قد عملت السحب ووصلني في نفس اليوم تقريبا، كما قاعد يتلاحظ اصدقائي، رصيدنا 0.02 من عملة الليت كوين. نضغط على ويزدرو باش نسحبو الان. كما قاعد نتلاحظوا الحد الادنى للسحب اللي هو 0.05 من عملة الليت كوين. توجهنا للفاست باي، اللي ما عندوش حساب في الفاست باي تلقاو في المقالة رابط التسجيل في الفاست باي. يمكن تسحبوا عبر الباينانس، حب عبر الباير، عبر تراست وولت كما تريدون. انا سحبت عبر الفاست باي لانه اسهل. كما قاعد يتلاحظوا اصدقائي رصيدنا 4547 لدوشي. ضغطنا على ديبوزيت وباش باش ناخذوا الادرس والولت الخاصه بينا. نسخناها الان، نرجع لموقع لايت بيك، نخليه ليت كوين ادرس الخاصة بنا في هذا المكان، ونخليه المبلغ باش نخليه في مكان المبلغ اللي باش نسحبوه. هو يقول لك هنالك اقتطاع ب 10000 ليتوشي. انا نقصت 10000 ليتوشي من هذا المكان، ولانه زيد تقوم بهذه العملية لانه يقطع من المبلغ اللي باش تسحبه، لذلك اسحب المبلغ كامل. كمان الكابتشا وضغطنا على ويثدرو. كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي تمت العمليه بنجاح والسحب وصل، يعني تمت طلب السحب، هي في مرحله البيندينج والانتظار. وكما قلت لكم اصدقائي اسحبوا المبلغ كامل، لانه ال 10000 ليتوشي اللي خليتها على الشيره في بالي باش تتقطع قعدت موجوده في الحساب، لذلك اسحبوا المبلغ كامل. الان باش ندوجوا الى اثبات السحب من الفوست باي. كما قاعدين نتلاحظوا اصدقائي في الفوست باي ننتظر قليلا، وهذا هو المبلغ توجهت الى هيستوري. وباش نلقاو 0.02 من عملة الليت كوين في 24 جويلية 2023، يعني في نفس اليوم وصل لي السحب. موقع لايت بيك موقع صادق ويدفع. بالنسبة للتسجيل سهل وبسيط جدا، ما عليك الا تضغط على سينيا وتقوم بانشاء حساب جديد وتخلي اليوزر نيم، البريد الالكتروني الخاص بك، الباسورد، عاد كتبت الباسورد، تكمل الكابتشا بنجاح وتضغط على سين اب. وكما قاعدين نساعدوا اصدقائي في مكان السحب كومبليتد، قبل كانت بيندينج الان كومبليتد، يعني الموقع تفعلنا وصادق ويدفع. الان باش نشوفوا طرق الربح. اول شيء واللي هو الفوست، عندما تفعل الحساب بالبريد الالكتروني الخاص بك باش تاخذ بونس 10 مرات، 10 محاولات يكون الربح فيهم يعني مضاعف. لذلك فعل حسابك وفعل هذه خاصية البونس فوست. تنزل الأسفل هنالك شركات عروض ومشاهدة الإعلانات من بينهم مونوليكس وكذلك تيم وول وسي بي اكس ريسيرش. ما عليك الا تضغط على هذا المكان ولا هذا المكان ولا هذا المكان وتشوف الاعلانات، تكمل العروض، تحمل تطبيقات وتكمل استطلاعات واستبيانات وتاخذ مبالغ جيده في الحال كانك انت مؤهل لذلك. تنزل للاسفل هذه الاستطلاعات كلها، لكن ماهيش باش تشتغل في كل الدول. اسفل الصفحه كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي الارباح، كل ساعه تقدر تكمل الكابتشا وتربح من خلالها 250 ليتوشي من عمله الليت كوين. هذه بالنسبه للنسخه المجانيه.
ما ننصح حتى واحد يعمل ايداع ويشتغل ويشتغل بامواله، تكمل الكابتشا وتضغط على كليم بطبيعه الحال، ننتظر قليل من اصدقائي. تم تفعيل الكابتشا بنجاح، نضغط على كليم وباش نتحصل على الفور 250 ريدوشي كما خدمت لهذا. كل ساعة تقدر تقوم بهذه المطالبة. بالنسبة للجيمز ما تستغلوش عليها، نشوف الكونتست الآن كيف هذه مسابقات متاع ريانات وكل ما تستغلوش عليها. كذلك هنالك السيرفي، تشوفوا السيرفي الآن، هذه الاستطلاعات اللي اشتغلت عليها، انا ما اشتغلت في حتى استطلاع. والطريقة الأخيرة واللي هي الأفيليت، وهذا رابط الإحالة الخاص بيك تلقاه أسفل الصفحة. تنسخوا وتروجوا على أوسع نطاق، وأي شخص سجل من خلالك ويشتغل على الفوز تتحصل على 50%، بالنسبة للجيمز تتحصل على 0.4%، وحتى واحد ما نصحه أنه يشتغل على الجيمز السيرفي تحصل على 5%. هنالك 13 شخص سجلوا من خلالنا، نحب نشكرهم. وتوتال إيرنينج كما قاعدين يطلعوا، معناتها هذا الموقع يشتغل بالأساس على الإحالات، والا تشتغلوا على الفوست والسيرفي. وحاولوا انتم تروجوا رابط الاحاله الخاص بكم كذلك به المبالغ والارباح متاع الاحالات تلقاوها في هذا المكان. ما عليك الا تضغط على كليم وباش تجدها على الفور في حسابك كما قعدت لهذا وتمت اضافتها الان. هذا موقع لايت بيك، موقع صادق ويدفع ويسحب عبر اللايت كوين. هنالك مواقع شبيهه خليتها في المقاله، وإن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى ومجالات جديدة للعمل والربح من الإنترنت. بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.